استمرارا لما تقوم به حملة كلنا معاك من أجل مصر من عقد مؤتمراتها الجماهيرية دعما للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، نظمت الحملة بسوهاج بقاعة ضي القمر بمدينة المنشأة وقرية الدنقلة بمركز المنشأة مؤتمرين جماهيريين حاشدين لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوعية المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤتمرات تم فيها التأكيد على أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية واجب وطني لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأها الرئيس خلال الأعوام الماضية. كما عقدت الحملة مؤتمرا جماهيريا بمدينة كومومبو شارك فيه الآلاف من أهالي المدينة، مؤكدين على أن انتخابهم للرئيس يأتي لسببين: لأننا أصبحنا دولة صاحبة قرار، والجيش المصري أصبح من ضمن أفضل 10 جيوش على مستوى العالم، بالإضافة لعودة الشرطة لمكانتها ومصداقيتها.